أهم إنجاز مهني في حياتي هو ما توجهت إليه في بداية حياتي للتخصص في المسائل البحثية والعلمية، لأني درست بعمق شديد جدا في إطار تخصصات الهندسة في مجالي، في مجال المواد، وفي الإطار التطبيقي أكثر من الإطار النظري. فحصلت على الدكتوراه، وده إداني سعة كبيرة جدا، وخاصة أن الدكتوراه كانت من الولايات المتحدة الأمريكية ومع أستاذ كبير جدا، أكبر واحد في العالم كله في المجال ده حينئذ. وعملت في التدريس وعملت في الصناعة وعملت مستشار للمؤسسة ناسا الأمريكية في إطار محركات سفن الفضاء في مرحلة طويلة. أهم إنجاز مهني في حياتي هو ما توجهت إليه في بداية حياتي للتخصص في المسائل البحثية والعلمية، لأني درست بعمق شديد جدا في إطار تخصصات الهندسة في مجالي، في مجال المواد، وفي الإطار التطبيقي أكثر من الإطار النظري. فحصلت على الدكتوراه، وده إداني سعة كبيرة جدا، وخاصة أن الدكتوراه كانت من الولايات المتحدة الأمريكية ومع أستاذ كبير جدا، أكبر واحد في العالم كله في المجال ده حينئذ. وعملت في التدريس وعملت في الصناعة وعملت مستشار للمؤسسة ناسا الأمريكية في إطار محركات سفن الفضاء في مرحلة طويلة. حول هذه المسألة؟ حول هذه المسألة. فهم خطأ ربما، أنا لم أقل ولم أكتب أن أنا كنت بعمل في وكالة ناسا الأمريكية. هذا لم يحدث. طب كويس إن حضرتك توضح. أنا لم أعمل في وكالة ناسا الأمريكية ولم أكتب هذا، وليس في يعني السي في اللي بيقولوا، يعني زي ما بيقولوا، أو يعني السيرة الذاتية ليا ما يثبت أني كنت أعمل في وكالة ناسا.